أنا بيتي ب 750 مليون زورة وأخذوه من عندي. إنه أنا خاطف أبوهم وقاتله حتى يفتزوني ويأخذون من عندي مبالغ مالية. إني السيد رعد جواد كاظم النداوي الموسوي أحد رجال أعمال محافظة النجف ناحية الحيرة. أنا قاعد بمنطقة خلينا نقول منطقة صغيرة بارز بيها، فشافوا عندي فلوس قامت تتكالب عليها العصابات. بالنسبة للضحايا يعني أقدر أقول لك بالنجف فوق 100 واحد، فوق 100 مشكلة، فوق 100 جريمة صارت بالنجف، ولكن المتهم يتوقف ويطلع ثاني يوم، يتوقف ويطلع نفس اليوم العصرية، ما نعرف الموضوع شنو من وراهم ذولا، ما نعرف من وراهم. بال 2016 اتهموني بخطف، انه اني خاطف جماعة من المجرمين، انه اني خاطف ابوهم وقاتله حتى يفتزوني وياخذون من عندي مبالغ مالية. صارت هاي العملية وداهمة وبيتي قوات مشتركة، جابوا لي خمس محافظات قوات داهمة وبيتي، وعندي بنتي حاليا هسه عقلها اختل من كثر المداهمات، فداهموني ما حصلوني، ظليت براني. راحوا قاموا يفاوضون أهل العصابة يردون من عندي 110 مليون مقابل التنازل أو رفع الشكوى والاشتباه عني بهاي القضية. رفعوا الشكوى والاشتباه عني وإجا المجرم سلم بيده قال أني لا مخطوف ولا مقتول وهاي عملية اشتباه، ورحت اشتكيت عليه أني، طلعوه بالعفو بسنة 2016. من رحت اشتكيت ما أخذت حقوقي الشخصية أني. أنا بيتي ب 750 مليون زوره وأخذوه من عندي، سووا مكاتبة وهمية وجابوا بصمتي من الأدلة الجنائية، ما عرفوا من الكاتب عدل، بصمتي موجود وأنا تاجر معروف بالنجف، بصمتي جابوها نقلوها وتوقيعي جابوها نقلوها بجهاز يسموه جهاز CNC ينقل البصمة وينقل التوقيع. هذا جهاز بالصين ينباع، وهنا عندنا شباب العراق موجودين ينباع، جهاز CNC ينقل الصورة من مكان لمكان، ينقل لك اياها على الجلاس على الكوب على غيره على موبايل ينقل لك اياها، ولكن هذا بالصين حوروه وخلوه ينقل البصمه والتوقيع بقلم. الادله الجنائيه جايه تقول لك هذا التزوير البصمه والتوقيع ويوقف القاضي، العصر يطلع بكفاله 100 مليون والمبلغ 750 مليون مال بيتك. احنا نطالب دوله رئيس الوزراء ونطالب الاستاذ فايق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى بوضع حل لهذا الموضوع، بحل لهذه الجرائم الموجوده اللي عندنا بالنجف. يعني وصلنا الى مرحله تعبنا. سنه 2019 نزلوا علي صك ب 450 مليون نفس الاشخاص اللي يتهموني بالخطف محافظه سامراء، فظلوا يفتزون بي بالمناطق البعيده حتى اخذ اكبر وقت حتى يفتزون ياخذون فلوس. ركعت الامر الواقع لانهم من الشمال يردوني للجنوب، انا ماكل خمس اشهر ويردوني خمس اشهر تسفير ثاني، فاضطريت انه افاوض الناس باعتبار بنتي السودنات اولادي كلهم اطفال. نزل صك ثاني عليه بالكوت، من طلعت من السجين خذوا من عندي 185، تنازلوا عني خذوا مني 185 مليون، والقضيه الاولى خذوا من عندي بالخطف 110 مليون، وانا خسران تقريبا بال 200 مليون. يلا طلعت، لانه انا جاي كل سايجين ما عندنا جهه تحمينا، يعني جاي ينزلون علينا صكوك هي مو باسمنا بغير محافظات، نطلب احنا من القضاء انه ينظرون بقضيتنا باعتبار انه اذا صك مو باسم الشخص فما ياخذون به.